إذا كان لكم تأثير الإصلاح في توليكم عمل الدولة فادخلوا في عمل الدولة وأصلحوا، كما قال يوسف عليه السلام لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان لكم دور في الإصلاح وهداية الناس فادخلوا في عمل الدولة ولو كانت كافرة، كما دخل يوسف عليه السلام في عمل الدولة وهي ليست على دينه لأجل الإصلاح. المدار على النية والمقصد والنتيجة. إذا أنستم من أنفسكم أن دخولكم أصلح للمسلمين فادخلوا.